ست شهور هي مدة تبادل القصف الأخير بين حزب الله وإسرائيل، ومؤخراً الاتنين بيتبادلوا القصف بشكل شبه يومي، لكن لأول مرة توصل الاستهدافات الإسرائيلية لهذا العمق، حوالي 130 كيلو متر من الحدود الجنوبية مع إسرائيل. إسرائيل استهدفت أمس الثلاثاء منطقة الهرمل التي تعتبر معقل لحزب الله في شمال شرق لبنان. الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية قالت إن الغارة الإسرائيلية استهدفت وادي فعرة القريب من مدينة الهرمل، وسمع دوي الانفجارات في محيط مدينة الهرمل ولوحظت سحب من الدخان. المصادر الأمنية اللبنانية بتؤكد إن الغارة كانت على منطقة مفتوحة وغير مأهولة تنتشر فيها مواقع تابعة لحزب الله. أما حزب الله فقام بالرد بقصف بلدة كريات شمونة الإسرائيلية وقيادة اللواء 769 بعشرات الصواريخ. القصف الصاروخي المكون من 30 صاروخ تقريباً كان رداً على المجزرة اللي ارتكبتها إسرائيل ليلاً في بلدة الهبرية جنوب لبنان، ده حسب بيان الحزب على تليجرام. ونتيجة القصف ده اشتعلت النيران في المباني والمركبات، مما استدعى تكليف 5 فرق إطفاء للعمل على إخماد النيران. ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن أي قتلى سوى شخص واحد مات متأثراً بإصابته.